السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبز ديال السميد اللي تيجي اكثر من رائع. غادي نحتاجو المقادير، المهم هنا غادي تكون على جوج المراحل. غنديرو كاس من الحليب، ماشي ضروري الحليب، كاس من الماء، ممكن تضيفوا فقط جوج كيسان ديال الماء، خميره فوريه، ولا المعجنه اللي بغيتوها البيت، ملعقه ديال السكر، ممكن تعوضوه بالعسل. غادي نخلطوا العناصر جيدا، وغادي نضيفوا جوج كيسان من السميد ناعم ولا رقيق ولا اللي بغيتو ولا المتوسط، المهم جوج كيسان. بغيتو ديرو الطراب ديرو اللي بغيتو، المهم انا غنخلط جيدا. بعد ما خلطت عناصر جيدا، دابا غادي نغطي وغادي نخليه 20 دقيقه، يعني غندير ليه الخميره الاولى. في هاد الاثناء بغيت ندوي لكم حبيباتي على بعض الكذب ديال بعض اليوتيوبرزات اللي تيقول لك مثلا هل الخبز ولا مثلا هل باريزيان تيجي احسن من المخابز. فهذا كذب، لانه المخابز عندهم لي غوسيط ديالهم وحنا عندنا الغوسيطات ديالنا، فما تيخرجش بتاتا بحال المخابز. هذه اول حاجه. وكاين ثاني حاجه، بعض اليوتيوبرز تيكونوا باينين داكشي زعما هي اللي ما بغاش يحل عيني، تيوريكم غوسيط وتيقولوا لكم وتوري لكم مثلا راه عجنوا الباريزيان ولا الخبز، تمشيو تشريو الخبز على برو تيقول لكم وهذا هو الشكل النهائي. راه قليل اذا تكون عنده المصداقيه، راه ماشي كلشي خاصكم تردوا البال. وزعما واخا غتجيني ديسلاك وداكشي، ولكن لازم تعرفوا الحقيقه، راه ماشي اي حاجه تيقولوا لكم صحيحه، فردوا البال. مهم الخبز كل واحد والطريقة ديالو، ولكن باش نقول لكم تجي مثل المخابز فهذا كذب، لأن المخابز عندهم يعني لي غوسيط ديالهم وكلها. المهم داكشي تبعد خطرة تيكون داكشي سهل، راكم عارفين، فما تيقولوش داكشي كله صح 100%، والله يهدي ما خلق. تنتمنى من اليوتيوب زاد مبقاوش يضحكوا على المتتبعات ديالهم. مهم ها نخلي دابا ان شاء الله 20 دقيقة ورجع لكم من بعد ان شاء الله. دازت 20 دقيقة، هانتوما كما تتشوفوا راه تصدعم الحجم ديالو. هنا عندكم الاختيار اما ديروه بالعجانة، ولا عندكم الوقت جمعوه فقط باليد، لكم كامل الاختيار. انا غادي نستعمل العجانة. دابا غادي نزيد زيت الزيتون، بغيت ديروه مبغيتيش ديروه ماشي مشكل، ولكن تيجي لذيذ الصراحة احسن من العادية. الملح غنديرو حتى الاخر. غادي ندير الكأس الاول، المهم الكأس اللي عبرتو به. غندير الكأس الاول ديال الفرينة ولا الطحين ولا الدقيق الابيض ونشوف، يعني ديرو بشوية بشوية. المهم انا نرد عليكم الخبر شحال درت ديال الكأس ديال الطحين. حبيباتي انا درت جوج كيسان، خدات لي جوج كيسان. المهم نتوما تشوفوا على حسب يعني السميد والدقيق ديالكم واش تيتشرب ولا لا. انا نوريكم القوام ديالو، خاصها تكون يعني خفيفه، تكون شويه تتلصق في اليد. دابا ان شاء الله غادي نزيد الملح ونزيد ندورها مازال. ان شاء الله غادي ندهن ايدياتي وغادي نجمعها نبسطها شويه. المهم كما قلت لكم القوام خاصها تكون هي راه رطبه وراخو في نفس الوقت تتلصق في اليد، هذاك هو القوام ديالها. المهم خدات ليا جوج كيسان، غير نتوما في المرحله الثانيه ما ديروش جوج كيسان بالدقه الاولى، لا بداو تزيدو بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام المطلوب. المهم خصها تكون خفيفه وتلصق شويه في اليد. حبيباتي غطيتها بالبلاستيك الغذائي ومازال غندير لها واحد الفوطه من الفوق ونخليها تخمر على خاطرها. هي الا درتو بالعجانه راه تخمر لكم دغيا،
درتوها يعني هي باليد، راه قلت لكم شويه الوقت، المهم عندكم كامل الاختيار. تلاقاو من بعد. شوفوا حبيباتي راه خمل الخبز، دابا غادي نرش القليل السميد، ممكن ديروا الدقيق اللي بغيتو. غادي ندهن شويه الدجاج اما بالماء اما بالزيت اللي بغيتو، ندهن فقط بالماء لان العجينه تكون خفيفه. عطيه وقتها في الخميره، خصوصا الناس اللي ما بغاوش يدلكوا. هنايا عندكم الاختيار، اما ديروهم كويرات صغيره او كبيره اللي بغيتو. هاو نديرهم كويرات، هنايا 8 كويرات، ودابا غادي نكورهم مزيان ونحطهم في لاطا كما تديروا الخبز العادي. نحطها في اللاطة ونغطيها مما نسالي داكشي كامل، عاد نقرص. صافي دابا غادي نقرصو فوق اللاطة كما تتقرصو الخبز العادي. بغيتي ديرو أشرطة بحال هكا ديروه، بغيتي ديرو فقط بالفرشاة ديروه. دابا نخليه تقريبا واحد يعني هكا 20 دقيقة ولا 15، المهم على حسب الجو، على حسب درجة حرارة المطبخ. صافي غير مما يعاود يخمل لينا شوية، صافي نشعلو الفران وندخلوه ان شاء الله. هنايا تخليوها تخمر، ما ديروهش ديريكت في الفران. تشوفوا حبيباتي خمل الخبز للمرة الثانية، انا خدا ليا صراحة 15 دقيقة بحيت المطبخ ديالي سخون. شحنت الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت، بالنسبه اللي عندهم الغزره تيعرفوا كيفاش يطيبوا. غادي نلقاو من بعد ما يطبنا الخبز ان شاء الله. واحد الملاحظه مهمه جدا، ملي تكونوا تتقرصوا الخبز من الاول شرطوه كما درت انا، ماشي حتى يخمل الخبز عاد شرطوه لا. اما الا كنتو بغيتو تكوه بالفرشاه ديك الساعه عادي يمكن لكم تكوه بالفرشاه، ولكن بالسكين ضروري ديرو من الاول. هادشي بي نقول لكم البنات، هذا الشكل الاول ولا الصينيه الاولى اللي طابت. ضروري وكيف ما عودتكم دائما اي نوع من المخبوزات ضروري انكم ديروه شي فص منديل نظيف باش يبقى لكم رطب وزوين باقي سخون. دابا نتسنى على الصينية الثانية ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ساليت الوحدات كاملين كما تتشوفوا، تبارك الله راه خرج كمية لا بأس بها. دابا غادي نقطع لكم باش تشوفوا راه رطب، هانتوما باقي شوية دافي فاش نقطع لكم. هانتوما رطب 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 بزاف وخفيفه البنات، غتخليوه حتى يدفى شويه وديروه تحتفظوا به في المجمد الا بغيتو، صراحه تيجي اكثر من رائع. وكما قلت لكم اعتذر اعتذر على قبيله اللي قلت لكم، ولكن الصراحه يعني ما كاين ما احسن بصراحه خبز المخابز بوحدو والخبز ديال الدار بوحدو، يعني ماشي يجي يقول مثل المخابز بحالها بحال دوك اللي تيقول لك الورقه يعني مثلا مسمنه بحال شكل ورقه البصيله، لا ورقه البصيله بوحدها والمسمن بوحدها سالينا، يعني ما نبقوش نضحكوا على المتتبعين.
هذا هما حبيباتي الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا، نتمنى يعجبكم ويرضاكم ان شاء الله، ويكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. تلاقاو في فيديو ثاني باذن الله تعالى. بسلامه.